الإطار القانوني لدور الضيافة للنواب المحترمين خديجتنا أبو ماء العينين، فضيلة القديري عبد الرحمن المتيوي، وفيصل الزرهوني من الفريق الدستوري الديمقراطي. سيدة النائبة المحترمة، زملائي زميلاتي السادة الوزراء المحترمون، عرف المغرب في الآونة الأخيرة وجود كم من هائل لما يسمى بدور السياحة، بدور الضيافة، وعلى سبيل المثال للحصر العدد الهائل المتواجد بمدينة مراكش وخصوصا المدينة العتيقة، مما أثر سلبا سيد الوزير على السياحة الممنهجة، وعلى كذلك أثر سلبا على تطلعات مغرب سياحة 2010. لذلك أسألكم السيد الوزير، ما هو الإطار القانوني لهذه الدور، وكذلك ما هي الجهات الرسمية المعنية التي تعطي التراخيص لهذه الدور؟ وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. سيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة، سيدات السادة النواب المحترمون. في البداية اسمحوا لي أن أذكر بأن تحويل المنازل التقليدية والقصور إلى دور للضيافة ببعض المدن العتيقة مثل مراكش يدخل في إطار تنويع المنتوج السياحي المغربي والرفع من الطاقة الإيوائية الإجمالية، وهذه من أهداف رؤية 2010. ولهذا التحويل كذلك انعكاسات إيجابية أذكر منها صيانة المدن العتيقة والحفاظ على التراث وتدعيم الأمن والنظافة بالأحياء التقليدية. المغرب والحمد لله يتميز بهذا النوع الأصيل من الإيواء السياحي الذي يقدم للسائح منتوج له بعد ثقافي مميز وفريد لا تتوفر عليه الوجهات السياحية المنافسة لبلادنا. للإشارة، إن دور الضيافة تلاقي إقبال كبير من طرف السياح، وخاصة تلك الفئة التي تتوفر على دخل مرتفع وقدرة شرائية كبيرة، مما يضمن مردودية هذا النوع من السياحة. كذلك هذه الفئة هي التي تمكننا حاليا وتدريجيا من النجاح في سياستنا التي تهدف إلى تسويق الوجهات الثقافية كوجهات للإقامة، عوض أن تكون فقط مرحلة مرور داخل مدار سياحي، الشيء الذي يمكننا من تمديد مدة الإقامة، الرفع من عدد المبيتات، وهكذا الرفع من النشاط السياحي والنجاح في الاستثمارات السياحية وخلق مناصب شغل إضافية. طبعا عند ظهور هذا النوع الجديد من الإيواء كان هناك فراغ قانوني، لذلك أدرج هذا النوع في النصوص القانونية والتنظيمية للإيواء السياحي بالبلاد مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية يوم 4 مارس من سنة 2004. انطلقت عملية إحصاء وتصنيف هذه المؤسسات تحت إشراف السادة الولاة. لتذكير، فإن عملية تصنيف المؤسسات السياحية تنظم حاليا على المستوى الجهوي من طرف السادة الولاة. فبعد هذه المرحلة الأولى تمكننا من إحصاء وتصنيف في مراكش 294 دار للضيافة التي تمثل طاقتها الإيوائية 4100 سرير تقريبا. على الصعيد الوطني، الفترة الأولى من الحملة مكنت من تصنيف 400 دار للضيافة بطاقة إجمالية تناهز 6000 سرير، أي تقريبا 4% من الطاقة الإجمالية لبلادنا. وسنواصل طبعا هذه الحملات إلى أن نصنف جميع المؤسسات المعنية. شكرا. شكرا سيد الوزير. من تعقيب سيدة النائبة. كل ما جاء في رد السيد الوزير هو جميل جدا، ولكن يجب علينا سيد الوزير أن نكون موضوعيين في هذا الموضوع. فكل ما يساعد ازدهار السياحة فهو نحبه كمغاربة، ولكن سيد الوزير يجب تقنين هذه الدور، خصوصا أنها أصبحت تنافس مختلف الفنادق وتؤثر سلبا على جل القطاعات المرتبطة بقطاع السياحة، من صناعة تقليدية، من مطاعم كذا، أصحاب المأكولات كأصحاب المطاعم التي توجد في جامع الفنا، كذلك أصحاب المرشدين السياحيين، أصحاب البازارات، كل هؤلاء أصبحت تؤثر عليهم هذه الدور سيد الوزير. وكما توصلت بشكاية من جميع المواطنين الساكنين تقريبا بالمدينة العتيقة، كالمواسين جناب بن شقراء حي سيدي داود، كلهم يتساءلون عن الممارسات المشينة التي تخل بالحياء العام التي تتواجد داخل هذه الدور سيد الوزير. كذلك أود أن أشير من هذا المنبر الموقر
الى جميع المعنيين وخصوصا اليكم السيد الوزير بان يكون تدخلا سريعا للحد من هذه الممارسات وهذه السلوكيات التي لا تشرف. كما اتساءل السيد الوزير، اتساءل عن ما قلتم به فيما يخص جمعيات المجتمع المدني التي تقومون بالشراكة معها، فأتساءل وأستغرب كيف يتم إقصاء جمعية المرشدين السياحيين التي تتواجد في مراكش، وأستغرب أيضا لماذا السيد المندوب الذي يتواجد في مراكش يرفض الاعتراف بها، وشكرا. شكرا سيد النائب المحترمة. سيد الوزير في بضع ثواني. شكرا سيد الرئيسة المحترمة. أولا أود أن أذكر وأكرر أن تم تقنين دور الضيافة في القوانين والنصوص المغربية ونشر يوم 4 مارس من سنة 2004، وانطلقت الحملة لتصنيف ولتأطير هذه المؤسسات. هذه نقطة نهائية في هذا الموضوع، تم تقنينهم وإنها مقننة كجميع المؤسسات الإيواء كالفنادق كالنوادي وكالإقامات السياحية، وهي مقننة. أما فيما يخص المسائل التي لها علاقة بالأمن والتي لها علاقة بمسائل تهم وزارة الداخلية على الأساس، يجب تطبيق القوانين وقوانين البلاد وتدخل وزارة الداخلية وتدخل الجهاز الأمني في هذا الموضوع. أما فيما يخص السياحة وما يخص بالإيواء السياحي هو مقنن، والمنافسة شريفة بين المؤسسات. شكرا.